وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ محمود الشريف نقيب السادة الأشراف. برحب بحضرتك معي عبر تن. أهلا وسهلا يا فندم، أنا السيد محمود الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، أهلا بك. إذن لقاء جمع القيادات الدينية اليوم بصلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف عنون بأن المؤسسة الدينية في قلب رجل واحد، لو تصف لنا هذا اللقاء ودلالاته في هذا التوقيت. حقيقة احنا النهاردة يعني سعداء بالتوجه الكبير اللي هي المؤسسات الدينية بتتوجه نحو توحيد الجهود، وخاصة احنا منتظرين ان شاء الله الفترة القادمة ان يكون هناك اجتماع بين هذه المؤسسات، الازهر الشريف على رأس هذه المؤسسات ومعها وزارة الاوقاف ودار الافتاء المصرية ونقابة السادة الاشراف والمشيخة العامة للطرق الصوفية. هذه مكونات رئيسية يعني في شك ان هي هتؤدي دور قوي جدا الفتره اللي جايه، وايضا بالتنسيق في بعض الموضوعات الهامه اللي خاصه بتجديد الخطاب الديني والفكر الوسطي المعتدل، هيكون في تنسيق ان شاء الله ايضا مع الكنيسه المصريه. كل هذه الامور هتوحد الجهود عشان خاطر يكون في خطه استراتيجيه موحده لعلاج بعض القضايا الهامة، وخاصة إحنا في محتاجين القيم الأخلاقية للمجتمع. جاءت برسالة موحدة للأخلاق، وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ولذلك إحنا القضية دي قضية هامة جدا. القضية الأخرى هي قضية تجديد الخطاب الديني، أن يكون هناك وسطية واعتدال وتشجيع لأبنائنا الشباب والفتيات والأطفال حتى في بداية التعليم الابتدائي وأيضا في جميع المراحل، إن إحنا نحبب الناس في الدين بالاسلوب السهل الذي يشجع على اتخاذ بعض القيم الاخلاقيه في المجتمع. وفي نفس الوقت بناء الانسان. صحيح. بناء الانسان النهارده يعني قضيه هامه جدا وقضيه محوريه، وبالتالي دي من ضمن القضايا اللي احتملناها. مثلا على سبيل المثال نقابة السادة الأشراف النهارده عمرها التاريخي يتجاوز 1200 عام، ولها في كل بلاد خاصة النجوة والقفور والمراكز والمدن وكل الأماكن منتشرين مثلهم، مثل أيضا الطرق الصوفية. ولذلك احنا عايزين نصحح بعض المفاهيم. صحيح. الخاطئة، ونحاول مجاهدين بإذن الله إن شاء الله يكون هناك عمل مشترك بإذن الله تعالى. صحيح إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، شكرا جزيلا لك.